أهلا بكم في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، The Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport، واحدة من منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة اللي بتحتفل السنة دي بمرور 50 سنة على إنشائها. وبالمناسبة دي نحب نوضح أننا منظمة غير هادفة للربح ومش خاصة، وده سر قوة وتميز الأكاديمية على مدار السنوات دي كلها. مهم كمان نعرف أن الأكاديمية ليها أكتر من كامبس في اسكندرية ومصر الجديدة والقرية الذكية والدقي والعلمين، واللي تعتبر أحدث سمارت سيتي في مصر، ده غير فرع بورسعيد وكمان أسوان. أما برا مصر فإحنا موجودين في سوريا وكمان الإمارات. الأكاديمية بتقدم برامج internationally and locally accredited في مجالات كتيرة جدا، زي النقل البحري والهندسة والطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي والإدارة والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجستيات واللغة والإعلام والقانون والأثار وتكنولوجيا المصايد. إحنا في الأكاديمية حريصين جداً إننا نجدد كل سنة في الميجز اللي بنقدمها عشان نواكب متطلبات سوق العمل اللي بتتغير كل يوم. فالسنة دي مثلاً بدأنا السايبر سيكيورتي، وأكيد كلنا لاحظنا تأثير السايبر أتاكس اللي العالم كله ركز عليها، وإزاي إنها بقت جزء من المودرن وور تكنيكس اللي كل شركات البرمجة بدأت تهتم بيها. كمان قدمنا الديجيتال ميديا لأن ده المستقبل، هنروح كلنا ناحية البلاتفورمز ونتابع الأفلام والمسلسلات ونعرف الأخبار ونستعمل الليتست أبس ونتابع الإنفلونسز على السوشيال ميديا، وهنا هيجي دور الديجيتال ميديا أكسبرتس اللي هيديروا وينفذوا الحاجات دي كلها. كمان في قسم الديجيتال اند سستينبل بزنس ايكونومكس اللي بياخدنا العالم النهارده، وكونسبت التنميه المستدامه والبزنس اناليتكس اللي اصبحت حديث العالم كله زي ما شفنا في مؤتمر البيئه كوب 27، ده غير تخصصات تانية موجوده زي الميكاترونكس والكمبيوتر انجينيرنج والبزنس انفورميشن سيستمز. من اهم المبادئ عندنا فكره الكونتينيوتي، وعشان كده كل البرامج اللي بنقدمها بتبدا من مرحله البكالوريوس، وكمان عندنا الماجستير والدكتوراه، وده بيعكس قد ايه مستوى البحث العلمي عندنا exceptionally advanced. بالاضافه لكده فجميع برامجنا معادله دوليه، وده بيتيح لخريجينا انهم يشتغلوا في الخارج بمنتهى السهوله. فمثلا في كليات الهندسه والحاسبات عندنا معادله الايبت الامريكيه، اما في هندسه العماره فعندنا معادله الرويال انستيتيوت اوف بريتش اركيتكتس، وفي البيزنس عندنا الدبل اي سي اس بي الامريكيه، وفي اللوجيستكس احنا معادلين من فيبا الاوروبيه، وفي النقل البحري من زيفا الالمانيه. والأكاديمية هي المؤسسة التعليمية الوحيدة اللي عندها الكومبينيشن المتعدد ده من المعادلات الدولية، وده اللي بيدي الخريج الكومبيتيتيف ادفانتج لما بيجي يشتغل جوه مصر او حتى بره في الاسواق العالمية. وكمان عندنا برامج دولية بنقدمها مع مجموعة كبيرة جدا من البروميننت بارتنرز حول العالم، زي University of London, University of Autonomy in Barcelona, University of Hull, University of Northampton وجامعات تانية كتير من اماكن مختلفة من العالم. بنركز كمان على التدريب الدولي والمحلي، فالطلاب بيسافروا في الصيف في فرص تدريب في أمريكا وكندا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا ودول كتير على مستوى العالم. وأصبحت لائحة الأكاديمية بتلزم الطالب يتدرب في إحدى جهات التدريب الداخلية أو الخارجية كمتطلب تخرج عشان يكتسب خبرة في سوق العمل، وده بيرجع لأننا مؤمنين بأن الطالب مشروع خريج، وأنه زي الكولاج اللي لازم تكتمل فيه كل العوامل عشان يكون well rounded وشخصيته تتشكل مع دراسته يوم ورا يوم مع كل نشاط بيعمله. وده بياخدنا للستودنت لايف في الأكاديمية، فالأبطال الرياضيين مثلا ليهم دعم خاص ولايحة مخصوصة تناسب ظروف مشاركتهم الرياضية، والأكاديمية كانت دايما داعم كبير للرياضيين من طلابها اللي مش هنقدر نذكرهم كلهم عشان عددهم كبير جدا، لكن عندنا مثلا آية ميدالي عضو مجلس النواب وبطلة العالم في الخماسي الحديث، خريجة الأكاديمية وعضو هيئة تدريس حاليا، وكمان حسام غالي عضو مجلس النواب وكابتن مصر والنادي الأهلي، كمان من خريجينا نور الشربيني بطلة العالم في السكواش لسنوات كتير، وكريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، وغيرهم كتير أبطال في رياضات تانية مختلفة شرفوا الأكاديمية جيل بعد جيل. كل سنة بيبقى فيه اهتمام خاص بالرحلات والحفلات اللي بنحرص دايما تكون من تنظيم الطلاب بنفسهم، ده غير الأنشطة الأكاديمية القوية زي الـ IEEE والروبوتكس والـ ACM Programming Contest، وكلها أنشطة علمية بتهتم بيها الأكاديمية بشكل خاص. كمان احنا كان لينا الريادة بين الجامعات المصرية لما ركزنا على الـ Entrepreneurship أو فكرة ريادة الأعمال، اللي من خلالها
قدرنا ندعم طلابنا وخريجينا اللي عندهم شغف الاستثمار في البرايفت بيزنس، وكمان عندنا الكارير ديفلوبمنت سنتر اللي له دور كبير جدا مع كل طلاب الأكاديمية وخريجيها من خلال تدعيمهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل في المجالات المختلفة. في الحقيقة أنشطة الأكاديمية very broad and complex، مش هنقدر نحصرها كلها، وعشان كده يشرفنا متابعيكم لينا على صفحاتنا على فيسبوك وإنستجرام ولينكدين عشان تعرفوا أكتر عن تخصصات الأكاديمية ومجالات نشاطها، وكمان تقدروا تشتركوا في الأكتيفيتيز اللي دايما بننظمها، ويسعدنا جدا تواجدكم معنا فيها. وكمان مش لازم يفوكوا الأوبن دايز اللي من خلالها تقدروا تعرفوا أكتر عن بيتنا الكبير. يكفينا فخرا ما أعرب عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية حين تحدث عن الأكاديمية فقال: هي صرح من الصروح الشامخة، وهي المثال الناجح للعمل العربي المشترك. أهلا وسهلا بكم في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.